انا هعمل دلوقتي كب كيك كوسه. هتجيبي كوبايتين دقيق كده زي الشطوره، وهتروحي حاطه عليهم باكو بيكنج باودر، ماشي، وحاطه عليهم اسمها ايه، كربوناتو، ربع معلقه صغننه كده، حلو، ورشه الملح، وقلبيهم ونزلي عليهم الكوسه المبشوره. انا واخده هنا حوالي كوبايه من الكوسه المبشوره، وقلبيها كده. دي بقى عارفين الكوسه روحها ضعيفه وشخصيتها ضعيفه الاتنين مع بعض، يعني تتهري قوي وما تبانش ليها ريحه ولا طعم، مفيش، انما فيها قيمه غذائيه عاليه جدا، ده اللي انا عايزاه. هحط لها كمان بقى ايه، شويه جوز هند كده، ده اختياري، ماشي، وقلبتهم مع الدقيق. تعالوا بقى في الخلاط، فهنا كوبايه السكر، كوبايه سكر، نبقوا حلو مش حادق، كوبايه اللبن، بس انا سارقه منهم شويه اللبن دول فهنزودهم بميه، مش مشكله، تمام، اتنين بيضه، فانيليا، اتنين باكو فانيليا، معلقه خل، يعني ممكن تكون كبيره عادي، وهنعملها بالسمنه او الزيت، يا نص سمنه يا نص زيت اللي يريحك، يا نص كوبايه سمنه يا نص كوبايه زيت او زبده، كل ده يجوز. ونضربهم في الخلاط حلو. في واحده هتيجي تقول لي ايه، طب ما انا ممكن اعمل خطه احلى ان انا احط الكوسه في الخلاط، ممكن على فكره، مش لا، بس انا اللي عايزه ابين حاجه كانها كيك محشي، كان الكيكه فيها حاجه محشيه، حاجه حلوه في الحشو، بس ممكن فعلا تبشري الكوسه وتحطيها في الخلاط. ابدعوا بقى زي ما انتوا عايزين يا جماعه، يعني شوفوا ايه اللي يريحكم واعملوه. دي برضو عايزه شويه لبن او ميه، اخليها قوام الكيك برضو عادي. عايزه بقى تزودي سنه قرفه، ماشي، عايزه تزودي اي حاجه براحتك بقى، اهي، جيب معلقه، اكتب معلقه، بسم الله بسم الله. بص هيك اصلا مش باينه. Thank you.